الآن سأقوم بإعطاء ملخص لانتشار موجة ضوئية. هذا الدرس اللي توقفنا عنده خلال أسبوعين الماضيين، الأسبوع هذا الأسبوع والأسبوع الذي سيأتي من بعد ضمن فترة ديال ظهور وباء كوفيد 19 بالمؤسسة، وعلى إثره تم توقيف الدراسة لمدة 14 يوما. هذا الأسبوع الأول من هذه المدة هذه سينتهي، اليوم هو يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2020. إذا قلت فهذا الدرس أول فقرة كانت ستكون هي الطبيعة الموجية للضوء، فما كان يعرف من قبل أن الضوء عبارة عن ينتقل، هناك انتشار مستقيم للضوء، أن الضوء طبيعته لم تكن محددة بكيفية يقينية في فترة من الفترات، فتوالت البحوث والدراسة. من ضمن هذه التجارب أو الجانب الذي يبرز طبيعة مغايرة لما كان معروف لدى علماء في وقت سابق، وأن الضوء له طبيعة موجية، فسبق الضوء الموجات الميكانيكية، ولوحظ أن الموجات الميكانيكية لا يمكن أن تنتشر إلا في أوساط مادية ويحدث لها ظواهر مثل الحيود ومثل التداخلات أو الانكسار. فعندما تم الانتقال إلى دراسة الضوء فظهر أن الضوء يحدو حدو الموجات الميكانيكية بأن هناك ظاهرة الحيود، هناك ظاهرة التداخل، وهناك كذلك ظاهرة الانكسار. فلن نمر عبر السيرورة التاريخية، ففي البداية تم إلحاق أن الموجات تتطلب وسط للانتشار على نفس الموجات الميكانيكية، ولم يتم التعرف على هذا الوسط هذا، فسمي بليتاخ أو الأثير، ذلك أو تلك المادة التي بإمكانها أن تقوم مقام الأوسط المادية بالنسبة للضوء. تبين فيما بعد أن الموجات الكهرومغناطيسية بصفة عامة لا تحتاج إلى حامل أو إلى وسط لكي تنتشر، ويمكن لها أن تنتشر في الفراغ. إذا التجربة الأولى للطبيعة الموجية للضوء هي ظاهرة الحيود. فظاهرة الحيود هو عندما يجتاز الضوء، وسنبدأ بالضوء أحادي اللون، فسنستبق الفقرات ديال الدرس ونقول أننا سنأخذ حزمة من ضوء الليزر الذي يتميز بضوء ذو تردد محدد وطول موجة محددة. فالمرور عبر شق أو فتحة تعطي ظاهرة شبيهة بما يحدث في الموجات الميكانيكية، أن هناك نقط على الشاشة ستعطي نقط ذات إضاءة قصوية، أي هناك ضوء، وهناك نقط ذات إضاءة دنوية وهناك ظلام. إذن اللي مطلوب مني كتلميذ أن هذه التجربة هذه نعرف الرسم العدة التجريبية ديالها، ونعرف نعطي تعليل لهذه التجربة هذه. أولا كيمكننا نستعمل حجاب به إما شق أو استعمال حجاب به ثقب. فالشق يعطينا ظاهرة الحيود، هذه البقعة التي تكلمت عنها وفق اتجاه متعامد مع اتجاه الشق، وعندما نستعمل فتحة نحصل على بقعة مركزية دائرية حولها دوائر مظلمة ثم تليها دوائر مضيئة، أي عند إضاءة الشق عرضه صغير جدا بضوء أحادي اللون اللي هو ضوء الليزر، نشاهد على الشاشة بقع مضيئة يتخللها أو تتخللها بقع مظلمة. إذا الرسم اللي غادي يمكن لي نستعمل إما رسم نديرو ثلاثي البعد، إذا هذا هو الحجاب. سأبدأ بشق رأسي، نعم بنفس اللون، فتحة
للتوضيح فقط فخذيت ان الابعاد ديالها كبيره فهي صغيره جدا، وهنا ستكون شاشه. هنا منبع للضوء الليزر. إذن عندما تكون أبعاد هذه الفتحة صغيرة جدا نلاحظ هنا على الشاشة فأولا سأرسم معلم فإذا كان الاتجاه رأسي ستكون البقعة أفقية بهذه. إذا سهذا عرض هذا نعطوها L وسنعتبر أن المسافة ما بين الحجاب والشاشة هي مسافة D. نعم سأخذ رسما هكذا هنايا حجاب وشاشة فتحة وسأقوم برسمه من هنا إلى جوج إلى جوج وسنعرف هذه الزاوية بتيتا بانحراف الزاوية من هذه المسافة الضيقة على اعتبار ان الرسم راسي فمن المفروض ان الفتحه هنا هي فتحه افقيه مفتوحه بحسب الرسم فضائيه قلت وهنا غادي يكون عندنا ضوء فقط قلت برسم البقعة فكاين هناك بالنسبة لي زاوية تيتا جوج غادي تعطينا الضوء الآخر وهكذا ستنطلق عبارة عن هنا ظلام ثم البقعة الثانية فالثالثة تبقي إذن فبقعة مركزية وبالتالي فظاهرة هي ظاهرة الحيود ماذا يطلب كيقولوا لنا ماذا تبرز التجربة إذن أولا تبرز التجربة تبرز التجربة الطابع الموجي للضوء عندما نقول الطابع الموجي للضوء أن الضوء يتميز بتردد ن وبطول موجة لندا وبسرعة في حسب الوسط يعني يتميز هنا التجربة فضوء هذا اللون يتميز الضوء المستعمل نديرو ليزر في تردد ن وطول موجة لامدا وسرعة انتشار في
على أن نأخذ سي هي سرعة انتشار الضوء في الفراغ، وأن في كل وسط يتميز بسرعة في. إذن هذه التجربة تبرز الطابع الموجي للضوء. فالضوء هو عبارة عن موجة كهرومغناطيسية. عندما نقول كهرومغناطيسية فهنا مجال تتكون من مجالين E ومجال مغناطيسي B متعامدان. فبالنسبة فهذا يتميز بموجتين جيبية، تغير الفدائية الجيبية، بينما B في مستوى متعامد واتجاه الانتشار، اتجاه الانتشار هو هذا. كيف كنلاحظوا ان لا او ولا بي متعامدين مع الاتجاه، وبالتالي فان الضوء موجه كرويه مستعره، موجه كرويه، سو سون دي زون سفيريك مستعره. اذن هذه ما تبرزه التجربه. فالان هناك تجارب اثبتت بان عندما نستعمل اي ضوء فالظواهر الفيزيائيه المصاحبه لما يحدث لذلك الضوء كيفما كان طبيعته تختلف حسب ذلك الضوء. لذلك يجب ان نتكلم عن ما يسمى بخصائص الموجه الضوئيه. اولا الموجه الضوئيه الاحاديه اللون اللي تكلمت عليها بحال هذا اللي استعملت هنا في هذه التجربه. فمن الاشياء اللي غادي يطلب مني هو نعطي تعريف للموجه الضوئيه الاحاديه اللون. اذا كيخصني نكون عارف التعريف، ويمكن لي انني نعطي تعريف للموجه الضوئيه الاحاديه اللون. اذا نسمي موجه ضوئيه احاديه اللون كل ضوء يتميز بتردد نو، وهذا التردد والاهم الان خصنا نشوفوه ان هذا التردد هذا يتعلق بالمنبع الذي يصدر هذا الضوء. بمعنى بمجرد ما يصدر ضوء من منبع ما لا يمكن ان نغير هذا التردد، فالمنبع هو الوحيد والكفيل باعطاء قيمه لهذا التردد، له قيمه معينه ووحدته في النظام العالمي هي الهرتز. اذا بمجرد ما ينتج هذا الضوء الأحادي اللون له تردد بمغادرته المنبع، فسوف يحافظ على هذا التردد نو. سنرى في نهاية المقرر بأن من كيف يمكن أن نحصل على أضواء من هذا النوع عندما نقوم بإثارة ذرة، بحيث أننا نقوم بإجبار إلكترون أن ينتقل من مستوى طاقي إلى آخر، فعندما يعود إلى مستواه السابق فهو قطعا سوف يصدر ضوءا أو إشعاعا، وهذا الإشعاع يتميز بطول موجة أو بتردد نو، وهذا التردد هذا مرتبط بذلك الانتقال، بتغيير الانتقالات يتغير تردد ذلك. سنعود لذلك إن شاء الله في نهاية المقرر. إذا خصني نفهم أي ضوء أحادي اللون يتميز بتردد يميزه وهو ثابت ما دام نفس المنبع الذي يصدر هذا التردد، لكن له طول موجة، فطول الموجة ديالو تتعلق بوسط الانتشار الذي به سرعة. لذلك من الآن يجب أن نميز شيء، أن عندي ضوء أحادي اللون تردده هو نو لا يتغير، لكن عندما أتكلم عن طول الموجة فيجب أن أتكلم عن طول موجة هذا الضوء الأحادي اللون في وسط ما. فعندما مثلا أن أقول الضوء مثلا الأخضر فتردده هو 5.45 10 أس 14 هرتز، لكن طول الموجة دياله
عندما أقول طول موجته هو كذا، يجب أن أذكر بالنسبة لي الهواء. سنعود لذلك في تطبيقات لاحقة، بمعنى أن طول الموجة دائما مرتبط بالوسط. لذلك عندما أقول لامدا هناك في، وعندما أتكلم في الفراغ فأقول الضوء ذو تردد ن له لامدا صفر وسرعة انتشار س، أو قد نعطيها س صفر. ومن هنا العلاقة اللي عندنا لامدا كتساوي س لامدا صفر س في ت كتساوي س على ن. إذا تغير الوسط سيكون لدينا لامدا كتساوي في على س في على ن. قلت لكل طول موجة لامدا عندي الفراغ س، ن هي نفسها، أي وسط عندي هاد العلاقة هاد. هذا كي هاد الطبيعة هذه كتجعلنا أننا نتكلم على أن الوسط هناك تفاعل من نوع خاص إذا بغينا نقولوا بين الضوء والوسط. وبالتالي طريقة عندما نتكلم أن لكل وسط له طول موجة وله سرعة، هذا سيحيلنا على ما قلناه بالنسبة للموجات الميكانيكية. قلنا بأن وسط مبدد هو الوسط، مثلا خدينا الماء وسط مبدد بالنسبة للموجات التي تحدث على سطح الماء، أن لكل تردد هناك سرعة. وبالتالي فبالنسبة لنا الطريقة اللي غادي يتعامل معها الوسط مع الضوء سنلحق به مقدار فيزيائي جديد سنسميه بمعامل الانكسار. معامل الانكسار اللي هو N وهو مقدار بدون وحدة قيمته أكبر من واحد، وكيعطينا فكرة كيف يمكن لوسط ما أن يؤثر على حزمة ضوئية أحادية لو تدخل لهذا الوسط. بمعنى آخر سيكون لديها سرعة مغايرة لو كان وسط آخر. وهذا المعامل الانكسار نعرفه أن معامل الانكسار المطلق هو السعة على في، وقلنا بأنه أكبر أو يساوي واحد، لأن في الاعتبار أن سرعة انتشار الضوء في الفراغ هي أكبر سرعة، وبالتالي فهذا المعامل سيكون إما أكبر أو يساوي من واحد. هذه السرعة هذه هي السرعة في وسط، في أي وسط مادي يكون شفاف ومتجانس، وبالتالي فيمكن أن نحدد هذه العلاقة هذه. اللي بقى الآن من العلاقتين، ما علاقة معامل الانكسار بطول الموجة؟ هذه سنجده في التمارين. قلنا وسط مادي عندنا لامدا، هذه العلاقة هذه لامدا كتساوي في على ن. في الفراغ عندنا لامدا كتساوي هي السي على ن. هذه العلاقة واحد وهذه العلاقة جوج. إذا خدينا واحد على جوج هذه تعطينا هي لامدا على لامدا صفر كتساوي في على ن على سي على ن، وهذه تعطينا فقط لامدا على لامدا صفر كتساوي في، سنختزل في على سي، وهذا الفي على السي هي مقلوب ديال ان، هي واحد على معامل الانكسار. ومن هنا غادي نوجدوا العلاقه بان لامدا، ناخذ لامدا هي لامدا صفر، لامدا ف لامدا تساوي لامدا صفر
على علم. شنو القراءة ديال هذه العلاقة هذه؟ القراءة ديالها هي أن طول الموجة في واحد الوسط غادي تكون دائما أصغر من طول الموجة في الفراغ. لماذا؟ لأن N هي أكبر من واحد، وبالتالي فلامدا غادي تكون دائما أصغر أو تساوي من لامدا صفر. الخلاصة التي يمكن أن نأخذها من هذه النتيجة هي أنني يجب ألا أميز واحد الإشعاع كهربائي أو واحد ضوء انطلاقا من طول الموجة. أولا هذه العلاقة تبرز بأن طول الموجة ليس مقدار نتعرف به على واحد الإشعاع. صحيح تردد نعم، لكن لمعرفة طول الموجة انطلاقا من طول الموجة نعرف الضوء، يجب أن أتعرف على طبيعة الوسط. تفقين؟ فمثلا 0.8 ميكرومتر هو الضوء الأحمر، فهذا 0.8 هو تردد الضوء الأحمر إذا كان الهواء أو الفراغ. لكن إذا كان وسط زجاج أو الماء مثلا، فلن تكون طول الموجة ديال الأحمر هي 0.8، بل ستكون قيمة مغايرة. هذا اللي خصنا نرد البال ليه في هذه الحالات. إذن بالنسبة لنا لهذا الجزء من الدرس غادي نحاول نديروا التطبيقات الخاصة بهذه العلاقات، ثم ننتقل إلى الفقرة التي سوف تتكلم عن تبدد الضوء الأبيض، وننتقل إلى المنشور وكيف نتعامل مع المنشور. إذن سنتوقف في هذا الجزء هذا، سأنتقل إلى تطبيقات تخص هذه العلاقة اللي شفنا. تفقين؟ علاقة طول الموجة بتردد بكذا، وكذلك نأخذ ظاهرة الحيود إما باستعمال شق أو باستعمال فتحة أو ثقب دائر. إذن التطبيق المباشر للعلاقات اللي شفنا قبل لحظات هو أن يطلب منا أن نملأ هذا الجدول. أولا يجب أن ننتبه لبعض نانو NM إلى غير ذلك. يجب أن نفهم أن 1 ميكرومتر يساوي 10^6 متر، 1 نانو متر يساوي 10^9 متر، 1 بيكو 10^12 متر. هنا ميكرو، هنا نانو، وهنا هذا بيكو سنتعرف عليها في الكهرباء عندما نتعامل مع سعة مكتف، وبعض القيم هي بيكو فراد مثلا كوحدة. إذن مطلوب منا انطلاقا من العلاقات اللي شفنا قبل لحظات كيف يمكن أن نملأ هذا الجدول، دون أن ننسى أن في المعطيات بأن سرعة الضوء في الفراغ هي 3 × 10^8 متر سكوند ناقص 1